هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بالهبازات والهبازين ديالي. فيديو جديده لا كاليتي جديده، كنتمنى تكون عجباتكم. وكتسولوني بزاف علاش ما شريتيش الكاميرا، علاش ما شريتيش الكاميرا، علاش ما شريتيش الكاميرا في بلاصه ما تشري تليفون جديد. انفيت غنشرح لكم علاش. البيسي اللي كندير به المونتاج هو هذا، عندي ماك بوك صغير 12 بوص. وانفيت هاد لي ماك بوك هادو ما فيهمش البور باش نبقى نبرونشي الكاميرا مع البيسي، فيهم غير بور باش كتشارجي، وهنا فين تقدري ديري لي زيكوتور. صافي، هادو هما لي بور اللي فيهم. يعني الا شريت كاميرا خصني نشري ماك بوك جديد، وماك بوك جديد غادي يتقام عليا بواحد 3 مليون ولا 2 مليون ونص مينيموم. وصراحة كنفضل بزاف انني نصور بالتليفون، حيت كنصايب فيه لوميوزيتي، كنقدر نصايب فيه بزاف ديال الحاجات، نبدل فيه لي كولور، ندير فيه كلشي، كنلقى انه براتيك. مهم بور لانستان غادي نصور بالتليفون. جيسبر فريمون تكون عجبتكم لا كاليتي جديده، وجيسبر تكونوا كتسمعوني مزيان. وسنه سعيده هبزات وهبزين ديالي. كنتمنى ان 2021 تدخل عليكم باش ما تمنيتو بصحه وسلامه وطول العمر، وتحققوا كاع الاحلام ديالكم ان شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي تكون 2021 احسن من 2020. وبغيت ندير لكم هاد لا فيديو هادي باش تونسكم، بيسكو هاد العام ما كاين خريج، ما تقدروش تمشيو عند العائله، ما تقدروش تمشيو عند شي واحد. جيسبر تكونوا فرحانين. بما ان اليوم هو راس السنه، فغادي نهضر لكم على 5 ديال الاختفاءات اللي وقعوا في راس السنه، 5 ديال الناس اللي غير خرجوا يحتفلوا براس السنه وما عمرهم ما عاودوا رجعوا. القصة الأولى هي ديال مارتن كيلي. مارتن كيلي عنده 21 عام وكان ساكن في هوليوود ديال ايرلند، ايرلندا ماشي في هوليوود اللي كنعرفوها كاينه في امريكان. كاينه واحد الفيلاج صغير سميتو هوليوود كاين في ايرلندا. في 31/2005، يعني في راس العام ديال 2005، مارتن كانت عنده 21 عام وخرج باش يحتفل مع صحابو براس العام. هو كان ولد عنده 21 عام عادي، كان كيقرا في الجامعه، وفي نفس الوقت كان كيخدم بارمان، يعني كان كيخدم في البار كيعطي الشراب الناس اللي كيجيو تما. واتفق هو وصحابو باش انهم يمشيو لواحد الحفله كانت غير قريبه من حدا فين ساكن هو مع والديه. المهم دوزو اشي عاديه صحاب بيناتهم وكل شيء. وجا الوقت باش صحابو قالوا ليه حنايا غادي نمشي، وهو قال لهم غير سيروا انا مازال غادي نبقى شويه، باقي لا سواري مازالت ليا. حيت كان مازال الحال ديك الساعه كانت يلاه 6 ديال العشيه، وهو بقى واحد الساعه من موراهم مع 7 ديال العشيه مشى بحالو. هذوك الناس اللي خدامين في البار اللي كان فيه قالوا بانه كان عادي، بانه مع 7 ناضو مشى بحالو عادي، زعما حتى شي حاجه غريبه ما وقعات، ما دابز مع حد، ما جا عنده حد، ما حتى شي حاجه. منين خرج من داك البار مع 7 ما عمر شي واحد ما عاود شافو. والديه قلبو في كل بلاصه في ديك الفيلاج اللي ساكنين فيه، ما خلاو فين قلبو، علموا البوليس طبيعه الحال. البوليس بقاو ايام واسابيع هما كيقلبو، ما لقاو حتى شي اثار ديال مارتن، بحال تشقات الارض وكلات وما كاينش الاثار ديالو والو. البوليس بالطبع جابوا الكلاب، داروا بزاف ديال الحملات ديال التفتيش، قلبو في واحد الغابه اللي كانت حداهم، كان حداهم حتى واحد اللاك قلبو فيه، ما خلاو فين قلبو والو. كما قلت لكم مارتن ما عندوش الاثار. ووالديه مساكن فقدوا الامل بزاف، لدرجه انهم مشاو عند واحد العرافه كانت معروفه في ديك البلاصه اللي ساكنين فيها هما، عرافه يعني كما كنقولوا حنايا شوافه. وهذيك العرافه قالت لهم بان الجسد ديال مارتن، يعني هو راه مات والجسد ديالو راه في داك اللاك اللي حداهم، وقالت لهم بان الا بغاو الشرطه يبداو يقلبوا هي متاكده بان غيلقاو الجسد ديالو تما، ولكن الشرطه ما غاديش ياخذوا بعين الاعتبار الكلام ديال العرافه، هما ما عندهم حتى شي حاجه زعما اللي ملموسه. هذيك العرافه كتقول يا اما قتلوا شي واحد ولاحوا في داك الواد، يا اما هو كان سكران مثلا وطاح وبقى الجسد ديالو في داك الواد حيت ما قدرش يعتق راسو. العائله ديال مارتن مازال ما فقدوش الامل، ومازال كيقولوا بانه حي. واكثريه ماماه كتقول بانها مازال لحد الان كتسنى انه شي نهار غادي يحل الباب وغادي يدخل عليها. ومارتن لحد الان 2021 ما عمرهم ما عاودوا لقاوه، ما عمرهم ما عاودوا شافوه، والكيس ديالو بقات انسولفد، يعني ما عندهاش الحل. القصه الثانيه ديال سام تود. سام تود كان كيقرا في الجامعه حتى هو، وكانت عنده 24 عام. في راس العام ديال 1984 سام وصحابو وخوه قرروا انهم يمشيو بزاف ديال الحفلات، يعني كل حفله يجلسوا فيها شويه، ماشي يمشيو غير الحفله وحده ويدوزوا فيها راس العام كامل. المهم هما كانوا في نيويورك وبقاو كيمشيو بزاف ديال الحفلات، ومن بعد مشاو للحفله اللي غادي تكون الاخيره اللي هي اللي غادي يدوزوا فيها راس العام، يعني هي اللي غادي تفوت فيها 12 ديال الليل. دوزوا راس العام مع ديك الوحده ديال الصباح، يعني ديال عام جديد فاش دخل. سام بدا كيقول لصحابو الخوه راسي كيدوخ عليا بزاف حيت شرب بزاف، وقال لي خوه خرج برا شي شويه، شم الهواء شي شويه، ومن بعد رجع باش تحس براسك مزيان. سام كان عزيز عليه الجرا بزاف، وكان ديما كيدير المسابقات ديال الجرا وكلشي، وديما كيربح حيت كان عداء كيف ما كنقولوا. فشنو قال الخوه؟ قال ليه عرفتي شنو غادي ندير، غادي نمشي نجري شويه باش نحس براسي مزيان باش نفيق، حيت الجرا راه كيحيد شويه الدوخه ديال الكحول. قال ليه غادي نمشي نجري شي شويه وغادي نرجع. دازت ساعه وسام ما رجعش، وبدا خوه كيتخلى عليه حيت قال لي غادي نمشي غير نجري شي شويه وغادي نرجع. صدق الو
الولد ما راجعش كاع. صباح لي من موراه سام ما بانش، فديكلاراوه انه مفقود وعيطوا على البوليس، وفي نفس الوقت صحابو خوه وصحاب خوه والناس اللي كانوا كيقراو معاه وكل شيء قرروا انهم يخرجوا في رحله سباحه بوحدهم، وخرجوا بداو كيقلبوا المنطقه كامله، داروها ما خلاو حتى شي بلاصه. اسابيع واسابيع هما كيقلبوا على سام، والو ما كاينش الاثار ديالو. واحد النهار هو يوصل واحد الاتصال للبوليس، واحد المراه قالت لهم بانها شافت سام في واحد البلاصه فين كيكونوا هادوك الناس اللي كيكونوا مساكن هومليس، اللي ما كيكونش عندهم فين يباتوا، كلشي كيمشيو كياكلوا تما، كيسميهم سوب كيتشنز. وقالت لهم ديك المراه راني شفت سام في واحد سوب كيتشن. ومن تما عاوتاني خوه وصحابو كلشي بداو كيقلبوا، مشاو لدوك البلايص كامل اللي كياكلوا فيهم الناس اللي ما عندهمش فين يسكنوا، مشاو لدوك البلايص اللي كيكونوا ساكنين فيهم الناس اللي كيكونوا مساكن في الزنقه، وكلشي دوك الجمعيات اللي كيعاونوهم، مشاو للسبيطارات ما خلاو فين مشاو، ما لقاوهش، ما عندوش الاثار. جاو عاوتاني جوج ديال الاتصالات وصلوا للبوليس، حيت كانوا فرقوا بزاف ديال الفلايرز في مدينه كامله، دونك بزاف ديال الناس عارفين الوجه ديال سام وسميتو. وجا واحد الاتصال اخر من واحد الراجل قال لهم راه سام شفته في واحد الزنقه، ماشي في واحد الزنقه، في واحد الشارع كبير كيغسل الطوموبيلات ديال الناس. عرفتوا دوك الناس مساكن اللي كيكونوا كيحبسوا بحال هكا الطوموبيلات ويغسلوهم باش عطاهم شي شويه الفلوس؟ قال لهم داك الراجل راني شفت سام تما. وعاوتاني وصل الاتصال الثالث قال لهم واحد الراجل اخر راني شفت سام غير كيتمشى في واحد الطريق اللي ما خصوش كاع يتمشى فيها، كاين فيها غير الطوموبيلات. ما عرفتش الناس علاش ما مشاوش هذيك الساعه حبسوه وعيطوا على البوليس وتسناو. المهم من مورا هاد الشيء هذا الناس كاملين بداو كيظنوا بان سام فقد الذاكره، ولا وقعت ليه امنيزيا كتكتب بحال هكا، هو فقدان ديال الذاكره اللي كيقدر يكون مؤقت. الا مثلا شي واحد دار اكسيده وتقاس ليه المخ ديالو كيقدر يفقد الذاكره، الكول حتى هي كتقدر تسببها، شي انواع ديال لا دروك كيقدروا يسببوا هاد القضيه هادي، وبيان سور الامراض بحال الزهايمر وداكشي راه كيسببوا لك فقدان ديال الذاكره المؤقته. كتكون الذاكره ديالك فريمون كتمشي وكترجع، كتمشي وكترجع، ما كتكونش بحال هكا كتنسى كلشي 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 في دقه واحده. وكاين حتى شي ناس اللي كتوقع لهم شي حاجه كتروماتيزيهم، مثلا كيموت لك شي واحد عزيز عليك، ولا كتوقع لك شي كارثه كارثه في حياتك، وباش تقدر تعيش مع ديك الكارثه مخك كيحاول ينسى. كتوقع لبزاف ديال الناس هاد القضيه هادي، فاش كيموت لهم سورتو شي ادخ اللي كيكون عزيز عليهم بزاف، مخك كيدير المستحيل باش يخليك انك تعيش من مور ديك التروما اللي وقعت لك. نرجعوا لسام، عائلته عياو ميقلبوا عليه، ما فقدوش الامل، شهوره وشهوره هما كيقلبوا وصايبوا 40000 فلاير في سوق الاوراق ديال الناس اللي مفقودين، وبقاو كيفرقوهم في المدن كاملين اللي حداهم في المدينه ديالهم وكلشي. ما عمرهم ما لقاو سام لحد الان 2021، الكيس ديالو باقا انسولفد، يعني ما عمرها ما تحلات. القصة الثالثة ديال واحد البنيتة عندها 15 عام سميتها كاترين كونرت، ولا كاترين كونرت حيت هي كانت ألمانية ماشي أمريكانية، ما عارفش كيفاش كتقال سميتها بالألمانية، كاترين وقيلا تقال. هذيك البنيتة كانت كتقرا وكانت في سن المراهقة 15 عام كيف ما قلت لكم، ولكن كان عندها واحد سكري، واحد السر، وداك السر هو صاحبها اللي كان كبر منها بالدوبل ديال العمر ديالها، يعني هي كانت عندها 15 عام وهو كانت عنده 30 عام. كاترين ما عمرها ما هضرات لوالديها على هذا البوي فريند هذا ديالها، غير اختها وصحابها اللي كانوا عارفين بوحدهم. في راس العام ديال 2001 كاترين اتفقت بانها غادي تدوز العشيه مع صاحبها اللي كان سميتو جو كيم، وحيت والديها ما كانوش عارفين وكون قالتها لهم كانوا غادي يديروا شي سكاندال، يمكن حيت هادشي اصلا ايليغال انه هو عنده 30 عام ويخرج مع بنت قاصر. فكاترين شنو قالت لهم باش تخرج؟ قالت لهم انا غادا عند ماي بيست فريند. هذيك البيست فريند ديالها كان سميتها ستيفاني، وهي اصلا اللي لقاتها مع جو كيم. وداك النهار ديال راس العام ديال 2001 كانت ستيفاني حتى هي غادي تجي عندهم باش يدوزوا العشيه هي وكاترين وجو كيم، الا ان ستيفاني ما جاتش حيت ديك الساعه كان البرد بزاف بزاف بزاف، وكان طايح الثلج، وكانوا الطرقان كاملين مسدودين. فستيفاني عيطات لكاترين وقالت ليها بانها ما غاديش تقدر تجي، فمشات غير كاترين بوحدها عند صاحبها. وفاش مشات عندو على اساس انهم غادي يدوزوا عشيه زوينه وكلشي، ولكن صدقهم دابزين. فاش دابزو كاترين بدات كتعيط لبزاف ديال صحابها والدراري اللي كيقراو معاها باش يجي شي واحد فيهم يجيبها، حيت ما كانش تقدر تمشي بوحدها بداك الثلج وكلشي، ولكن حتى شي واحد ما قدر يجي حيت كلشي كان مبلوكي، الطوموبيلات كيكونوا مبلوكين بالثلج وكلشي. وفاش ما جا ليها حتى شي واحد من صحابها عيطات لواحد صاحب داك جو كيم سميتو فان، وقالت ليه عافاك واش تقدر تجيبني، ولكن حتى هو ما قدرش يجي. مع ديك 6 ديال العشيه كاترين صيفطات ميساج لاختها وقالت ليها قولي لماما راني مع 6 ونص ولا 7 غادي نكون في الدار. اختها مشات قالت لماما ها شنو ها شنو، قالت ليها راه كاترين غادي تجي مع 6 ونص ولا 7، دونك اختها قرات
قرات الميساج قالت لماماها المعلومه وسوبريمات داك الميساج مسحاته. كاترين شنو دارت ديك الساعه فاش ما جا ليها حتى شي واحد؟ خرجت من الدار ديال صاحبها ومشات لواحد المحطه ديال الطوبيس كاينه حداه، بقات كتمشي على رجلاتها وصلت تما. وفاش وصلت جا واحد الولد كتعرفو كان كيقرا معاها سميتو مارتن، وقال ليها انا نوصلك للدار، يلا نوصلك، تبقاي تسني الطوبيس في هذا البرد وكلشي. وقالت ليه لا، حيت مارتن كان معروف عليه بزاف 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 انه كيجري في الطريق وشحال من مره دار كسيده، فقالت بان دابا الثلج وكلشي ما نقدرش نمشي معاه، غادي نخاطر بحياتي. مع 7:30 ديال العشيه اخيرا جا الطوبيس، ولكن كاترين ما عمرها ما ركبت فيه. وفاش جا الطوبيس وصل المحطه هي اصلا ما كانتش تما، كانت ديجا مشات. ومن تما ما عمرها ما عاودت بانت، وما عمر شي واحد ما عاود شافها. عائلتها واكثر يمها كتظن بانها مشات هربت من الدار حيت جاتها المراهقه شي شويه صعيبه، وكانت ديما 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 كدابز مع والديها وكدابز مع ماماها على الدخل مع الدار، على دوك الحفلات بزاف اللي كتمشي ليهم. فامها كتقول بان يمكن هربات من الدار. البوليس داروا ما في جهدهم، ما خلاو فين قلبوا عليها، داروا انترفيو مع بزاف ديال الناس، سولوهم، سولوا صحابها اللي عيطات لهم قالت لهم اجيو ديوني، سولوا داك صاحبها اللي كانت كتخرج معاه، ما لقاو حتى شي حاجه. والبوليس قرروا انهم يسدوا الكيس ديال كاترين. اوكي، الا ان 5 سنين من مور ما اختفت كاترين، اختها وصلها واحد الاتصال غريب 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 بزاف. اختها وصلها اتصال من مرا، وفاش جاوبات قالت ليها انا كنعيط لك على ودي الاختفاء ديال اختك كاترين، بي ام دبليو بلاك هامبورغ، يعني بحال عطاتها شي سين ولا شي حاجه. قالت ليها بي ام دبليو زعما النوع ديال الطوموبيل، بلاك قالت ليها راه كحله، يعني بي ام دبليو كحله، وهامبورغ مدينه في المانيا، يعني بحال كتقول ليها راه شي واحد عنده بي ام دبليو كحله دختك لهامبورغ. ما عرفتش انا السين اللي حاولت تعطيها. المهم ديك المره قطعات. وفاش مشاو عند البوليس قالوا لهم ها شنو ها شنو ها شنو وقع، البوليس عاودوا حلوا الكيس ديال كاترين وقلبوا على داك الاتصال مين جاي، ولقاو داك الاتصال جاي من واحد التليبوتيك، دوك اللي كيكونوا في الزنقه. وداك التليبوتيك كاين في نورنبرغ بعيد بزاف على فين ساكنين هما، بعيد ب 500 كيلومتر. هذيك البلاصه اللي فيها داك الهاتف العمومي اللي وصلها منه الاتصال خطيره بزاف، حيت معروفه بدوك اللي كياخذوا البنات صغار وكيسدوا عليهم، كيحيدوا لهم اوراقهم، كيحيدوا لهم كلشي، وكيبداو يستغلوهم جنسيا باش ياخذوا الفلوس، يعني كيبيعوهم للزبائن وكياخذوا هما الفلوس. وهذوك البنات ما عمرهم ما كيخرجوا من ديك العصابات، كيبقاو فيهم حتى كيشرفوهم وديك الساعه كيلوحوهم. كيف ما قلت لكم من مور هذا الاتصال هذا عاودوا حلوا الكيس ديال كاترين، وبداو عاوتاني كيديروا البحث 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 البحث، ولقاو واحد الشاهده. ما عرفتش علاش ما قالت لهمش هذا الشيء في الاول فاش يلاه اختفت كاترين، ولكن قالت لهم بانها هذاك النهار اللي اختفت فيه كاترين شافتها كتهضر مع واحد عنده بي ام دبليو كحله، وكتهضر معاه قدام ستاسيون ديال البوس، يعني يمكن قال لها نوصلك ومشات معاه. ما عرفتش انا شنو وقع لديك البنت، المهم اختفت وما لقاوهاش. النظريات اللي كيقولوا الناس بزاف 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 هي انها يا اما هربت من دارهم فعلا، يا اما شي قاتل متسلسل اللي كان تما كيدور وقتلها، يا اما شي واحد من صحابها جهزها ومن بعد قتلها، يا اما داك صاحبها نيت هو يدير ليها شي حاجه، يا اما كيف ما قلت لكم تختطفها هذاك اللي كان بالبي ام دبليو اللي شافت المراه. وهذه غير عماين البوليس وصلهم واحد الاتصال غريب اللي ما قدروش يعرفوا مولاه، وما قدروش يعرفوا منين جاي داك الاتصال في 2018، غير عامين هاجي. واحد المراه عيطت للبوليس وعطاتهم واحد البلاصه في واحد الغابه معروفه تما، وقالت لهم راه يمكن الجثه ديال كاترين كاينه تما، وما قالت شي حاجه اخرى وقطعت التليفون. طبيعه الحال البوليس مشاو لديك البلاصه قلبوا ما لقاو حتى شي حاجه، ولحد الان باقى الكيس ديال كاترين محلوله، يعني مازال ما سدوهاش وما كاين فيها حتى شي جديد. القصة الرابعة ديال بنجامين كوفي، وهاد بنجامين هذا كان كاري واحد الدار من صاحبو، حيت كان كيصايب واحد الباطو كان شراه وكان باغي يسكن فيه، واحد الباطو فينتيج يعني قديم 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 وكيعاود فيه الاصلاحات. وبما انه كان كيصايبو كان كاري واحد الدار من عند صاحبو، وكان كيدوز الوقت ديالو بزاف ديك المارينا ديك البلاصه اللي كيكونوا فيها الباطويات وكلشي. بنجامين كان ساكن في فيرجينيا، وفي 2012 عرضوا عليه صحابو باش يدوز معاهم راس العام. فاش كانوا كيتعشاو قال لهم بانه فاش غادي يسالي العشاء غادي يمشي حيت عيان ومحسش براسو مزيان، فغير غادي يتعشى معاهم وغادي يمشي بحالو. تعشى معاهم ومشى بحالو، والنهار اللي من مور داكشي في الصباح الناس عيطوا على البوليس حيت كان واحد الفان معمرهم ما لقاوه تما، فلقاو داك الفان ديال بنجامين وبعيد بساعه ديال الطريق على فين خلى صحابو. والغريب في الامر هي ان ديك البلاصه اللي لقاو فيها داك الفان ما كيعرف فيها حتى شي واحد، يعني ما عنده لا صحابو ساكنين تما لا عائله ساكنه تما لا حتى شي واحد. في الداخل ديال الفان لقاو كل
شي الاغراض الشخصيه ديال بنجامين، التليفون ديالو، كلشي كلشي كلشي. ولكن الغريب في الامر هو انهم لقاو الكلب ديالو، مخلي الكلب ديالو في الفان تما وسد عليه ومشى. ثلاث ايام من مور هذا الشيء ما كاين حتى شي اثر ديال بنجامين، دونك بيان سور البوليس ديكلاراوه انه مفقود وبدا عليه البحث، والو ما كاينش الاثر ديالو. صيفطوا بزاف ديال الكلاب البوليسيه باش يقلبوا عليه، داروا بزاف ديال الرحلات البحث، والو ما كاينش بنجامين، ما عرفتش فين مشى. الاب ديالو قال للبوليس بانه مستحيل مستحيل يكون مشى بخاطره ويخلي الكلب ديالو، حيت كان كيحماق عليه، يعني يمكن شي واحد اللي داه ماشي هو اللي مشى بخاطره. عائلته عرضوا 10000 دولار على اي واحد اللي لقى شي معلومه على بنجامين، ولكن ما عمر ما وصلهم شي اتصال ولا شي معلومه، ولحد الان الكيس باقا انسولفد، ما عمر ما تلقى ليها الحل. خامس اختفاء هو ديال الكوبل، فيه جوج ديال الناس ماشي غير انسان واحد اللي اختفى، وهذا الكوبل ديال بن سمارت واوليفيا هوب. هذيك اوليفيا هوب هي وصحابها قرروا انهم يكريو واحد اليوت كبير، يعني واحد اليخت كبير، باطو كبير كبير كبير، وكيكون فيه تفنين يعسوا الناس وكلشي، وقرروا انهم يكريو داك اليخت ودوزوا فيه راس العام ديال 1998. وهادشي اللي كنعاود لكم في نيوزيلند، دوزوا الحفله ديال راس العام، كلشي داز مزيان، وكنعولين انهم كاملين يباتوا في داك اليخت، الا ان البلايص كانوا مخودين، يعني ما بقاش ليهم بلاصه لاوليفيا وصاحبها باش ينعسوا حتى هما في داك اليخت. فقرروا انهم يمشيو يقطعوا ديك الجزيره في واحد الواتر تاكسي، يعني كيكون تاكسي ديال الماء، كيكون بحال هكا باطو صغير وكيدي الناس. وقرروا انهم يقطعوا من داك اليخت لواحد البلاصه فين يقدروا ينعسوا. المهم داو حوايجهم وكلشي وركبوا مع داك السائق ديال التاكسي ومشى داهم. وهادشي اللي كنقول لكم مع 4 الصباح فاش سالاو الحفله ديال راس السنه، ومن تما ما عمر شي واحد ما عاود شافهم. فاش صحاب اوليفيا ما قدروش لقاوها وما قدروش يوصلوا ليها النهار اللي من موراه، قرروا انهم يعلموا البوليس حيت خافوا وعرفوا بان ما يمكنش اوليفيا تمشي وما تقولهاش ليهم، الوغ كي هما متفقين انهم يدوزوا دوك الايامات مجموعين. عيطوا على البوليس وعلموا والدين المختفيين، والبوليس ديكلاراوهم انهم مفقودين. هذاك السيد اللي كيسوق داك التاكسي ديال الماء ولا داك الباطو الصغير قال لهم بانه راه وصلهم مع 4 ديال الصباح، وكان معاهم واحد السيد اخر في التاكسي، وداك السيد قال لهم انا راني عندي اليخت، الا بغيتو اجيو باتو معايا في اليخت ديالي ولا غد ليه سيروا بحالكم. فاوليفيا وبان قالوا لمول الطاكسي انه يبدل الاتجاه ديالو ويمشي لليخت ديال هذاك الراجل اللي غادي يباتوا معاه. فاش داك مول الطاكسي وصف للبوليس اليخت اللي داهم ليه، البوليس بداو كيبحثوا على داك اليخت ولقاوه بصعوبه من بعد 12 يوم. علاش؟ حيت مول داك اليخت بدل ليه اللوك ديالو وعاود صبغوا وردوا يخت جديد وبدل ليه حتى السميه. وهنا بداو كيشكوا بان هذه ماشي حاله اختفاء وانما حاله قتل، وبداو كيقلبوا على شي واحد اللي قتل هذاك الكوبل. داك اليخت كان ديال واحد السيد اللي سميتو سكوت واتسون. البوليس بطبيعه الحال داو للمحكمه، داروا بزاف ديال الابحاث وتحكم بالقتل، رغم ان الارشاد ديال اوليفيا وبان ما تلقاوش، ولكن البوليس كيقولوا بان متاكدين بان سكوت هو اللي قتلهم، متاكدين بانه حاول يتعدى جنسيا على اوليفيا، وفاش صاحبها بغى يدافع عليها قتلهم بجوج. والقضيه ديال انه بدل لوك اليخت ديالو وعاود صبغوا كلشي ما نفعاتوش في صالحه. وحاجه اخرى، فاش قلبوا لقاو في واحد الغطاء جوج زغبات زعرين ديال اوليفيا، وتما صافي تبدات عليه الجريمه. واخا المحامي ديالو كيقول بان هذاك ماشي سبب باش يتحكم عليه بالقتل، بان يمكن غير فاش بات تما طاح ليها شعرها، وكيقول المحامي ديالو بان يمكن شي واحد بغى بالعاني يديرها ليه، حيت المره الاولى فاش قلبوا البوليس ما لقاو حتى شي حاجه، هذه راه كانت المره الثانيه فاش لقاو دوك جوج ديال الزغبات. والنهار الاول فاش كانوا كيديروا البحث، سكات كذب على البوليس، حيت فاش سولوه شنو كنتي لابس قال لهم انا كنت لابس تيشيرت غري وكنت لابس سبرديله. وفاش شافوا التصاور ديال داك النهار اللي كانوا مصورين، اكتشفوا بان سكوت كان لابس واحد التريكو ولا جاكيطه ديال الجين، وكان لابس دي بوت. والمحكمه قررت ما تبرئش سكوت وحكمت عليه بالمؤبد، وغيكون عنده الحق في الاستئناف في 2021 باش يقدر يعاود يحل الكيس ديالو الى المحامي ديالو لقى شي ادله جديده. ولحد الان ما عمرهم ما لقاو الارشاد ديال اوليفيا وبان، وما عمرهم ما لقاوهم لا حيين لا ميتين. ما عرفتش صراحه فين مشاو، كنت سائل، وما عرفتش صراحه داك سكوت واش فعلا قتلهم ولا لا، حيت هو لحد الان باقي كيقول انا بريء بريء بريء، وكيقولها وكيعاودها. انا صراحه تلفت شويه في هذه القصه، قولوا لي نتوما الاراء ديالكم، كيعجبني بزاف 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 نقرا لي كومونتير ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنتمنى لكم سنه سعيده مره اخرى، كنتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم لا فيديو. انا نتلاقى معكم في الفيديو الجايه، باي باي.